يعني كتر الله خير لولاهم، يعني كانت البلد دمرت بزيادة. طبعا عم بيساعدوا الضحايا بشكل كتير كبير وبعرضوا حياته للخطر أكتر وأكتر. الدفاع المدني قديش ما حكينا عليه، نحن رح نوقف عايزين عن وصفه. الدفاع المدني لازم ياخذ جائزة العالم بالإنسانية، لأنه في حالات كتير رح ينزلوا حالهم لحتى ينقذوا حدا بيكون طب نزلت عزيمة فوقهم. الدفاع المدني بنقدر نقول عنه المجاهدين، عالم لجأت لسلاح، عالم هني عم ينقذوا البشر، أطفال كبيرين صغيرين، مجاهدين يعني. الدفاع المدني عم يشتغل والله يعطي العافية، ينقذ العالم من تحت الأنقاض. والبارحة استشهد شب من الدفاع المدني كان عم يسعف طفل، جت القذيفة استشهد. ولما هني والله اللاعب هذا بخراب، بس الله يعطيه العافية، هذا محسن حوله ويحميهم.